في تويتر أنت في عالم غريب، فهنا الجميع يردد أروع الأشعار وأبلغ الحديث وأبرز أفكار العظماء والفلاسفة، تبهرك تلك الثقافة. لكن لا تستعجل، فما أن يفتح هاشتاج إلا ويرمى بكل ذلك خلف الظهور، وتحل لغة أخرى، لغة يرفضها كل عاقل ولا تخرج إلا من ناقص أو مريض. فما هي أبرز 10 هاشتاجات تفاعلا في المملكة العربية السعودية؟ في المركز العاشر حافز 2، عدد التغريدات في الهاشتاج 4,768,165. عدد مرات ظهور الهاشتاج المستخدمين 122,769,837. عدد المشاركين 700,167. اتسمت تغريدات الهاشتاج بسعي من عبارات الثناء أغدقها المغردون على القرار الذي مدد فترة الاستفادة من برنامج حافز موسما ثانيا، وطالب آخرون باستمرار البرنامج حتى تنتهي البطالة. وبلغ العدد الإجمالي للدفعة الأولى من مستفيدي ومستفيدات برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 191,755 مستفيداً ومستفيدة، فيما سجلت الإناث النسبة الأعلى ب 95% بواقع 183,028 مستفيدة من العدد الإجمالي، فيما بلغت نسبة المستحقين لدعم برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل وتقل أعمارهم عن 35 عام 82%. في المركز التاسع مثلك أنا، عدد التغريدات في الهاشتاج 2,689,456. عدد مرات الظهور الهاشتاج المستخدمين 145,870,945. عدد المشاركين 780,112. الهاشتاج هو امتداد لحلقة من حلقات برنامج وسم الذي يقدمه الشيخ سلمان العودة على موقع يوتيوب بشكل متقطع، وناقشت موضوع العنصرية وتأثيرها على بناء المجتمع وكيف أن الإنسان حاربها ونبذ كل أشكالها، وحمل الهاشتاج نفس الاسم الذي ظهرت به الحلقة. في المركز الثامن نهائي كأس ولي العهد بين الهلال والنصر، عدد التغريدات في الهاشتاج 2,786,986. عدد مرات ظهور الهاشتاج المستخدمين 86,582,009. عدد المشاركين 303,478. الهاشتاج أنشئ قبل أيام من المباراة التي جمعت بين الجارين اللدودين الهلال والنصر في نهائي كأس ولي العهد، واستمرت لأيام بعد نهاية المباراة التي فاز بها النصر، وعاد من خلالها إلى منصة البطولات بعد سنوات طويلة من الانقطاع عنها، وتبادل فيها أنصار الفريقين الانتقادات الحادة والكلمات الغاضبة، واتسم بالتندر والسخرية وانتقاص كل طرف من قدر الآخر. في المركز السابع تعرف أحد؟ عدد التغريدات في الهاشتاج 2,897,509. عدد مرات ظهور الهاشتاج المستخدمين 70,985,701. عدد المشاركين 287,450. حمل الهاشتاج اسم حلقة من حلقات برنامج وسم الذي يقدمه الشيخ سلمان العودة على موقع يوتيوب، وتحدثت الحلقة التي شاهدها أكثر من 1,000,000 متصفح خلال أقل من يوم عن الواسطة في المجتمع السعودي وتسببها في تحويل مسار الفرص ممن يستحقونها إلى الذين ليسوا أهلاً لها. في المركز السادس حميدان التركي، عدد التغريدات في الهاشتاج 7,258,950. عدد مرات ظهور الهاشتاج المستخدمين 251,674,987. عدد المشاركين 762,987. أطلق هذا الهاشتاج قبل أيام قليلة من قرار محكمة أرابهو في الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في الحكم الصادر في حق السعودي حميدان التركي بالسجن مدى الحياة، إذ أنه بعد تخفيف الحكم إلى 28 سنة، وفي حال أزيلت كلمة مدى الحياة من الحكم كان سيفرج عنه فوراً. وضج الهاشتاج بالدعاء للسجين السعودي الذي حكم عليه في عام 2006 بالسجن 28 سنة، يقضيها حالياً في سجن لايمان بولاية كولورادو.
وكانت المحكمة قررت في 25 فبراير 2011 تخفيف الحكم عليه من 28 سنة إلى 8 سنوات لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي حسب شهادة أمر السجن، لكنه ما زال يقبع في زنزانته رغم مرور 10 سنوات على محكوميته. معظم الارتفاعات في الهاشتاج خلال أوقات المحاكمة يكون مثلاً فيه في قضية معينة أو جلسة معينة يكون فيها تفاعل. طبعاً حنا نكون ننتظر وعلى يعني زي ما يقولون قلقين جداً يعني لأن النتائج مصيرية والإفراج عن الوالد يعني يعتبر بالنسبة لنا يعني هو هدفنا يعني. فالتفاعل من الناس معظمه تصبيري، الناس متفائلة، تحس الناس يعني من كثر تفاؤل الناس يعكس علينا احنا ويعكس على الوالد ايضا. يعني احنا نتواصل مع الوالد اول باول ونوصل له يعني التفاعلات واللي يعني في الحقيقة لا يمكن ان يشكرها، يعني تفاعلات الناس في 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 رفع الهاشتاج حق الوالد، في توصيل، في 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 مساندته ووقوف معه كأنهم جسد واحد. يعني سبحان الله تفاعل في الهاشتاج هذا كان تفاعل سخي. عزيزي المشاهد، ارجع بذاكرتك الى الوراء الى ايام المدرسة وحاول تتذكر بقية زملائك اللي كانوا معك في الفصل، وكان بعضهم يخشى المشاركة خوفا من الإجابة الخاطئة أو أحياناً خوفاً من سخرية بقية الزملاء. الآن جاءهم تويتر منجداً وليقولوا ما يريدون وهم متخفين خلف أسماء وهمية. هنا الكيبورد يتولى نقل ما يفكرون به، فندعه يقوم بهذه المهمة وخلونا نتعرف على المزيد من أبرز الهاشتاجات في ذاكرة الجمهور السعودي. في المركز الخامس شغب الأثيوبيين في منفوحة، عدد التغريدات في الهاشتاج 9,348,244، عدد مرات ظهور الهاشتاج المستخدمين 100,439,851، عدد المشاركين 967,543. بدأ الهاشتاج بعد مرور ساعات عاشها سكان حي منفوحة بالرياض وسط حالة من الرعب والقلق جراء أعمال شغب من عمالة أثيوبية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، طاولت الفرق الأمنية والمواطنين والمقيمين، وأدت أحداثها التي استمرت لأيام إلى سقوط عشرات الجرحى بينهم حالات حرجة تم نقلها إلى المستشفيات المجاورة للموقع. وجاءت أحداث الشغب متزامنة مع أول أيام حملة وزارة الداخلية السعودية الهادفة إلى تطهير البلاد من العمالة المخالفة والتي تقيم بشكل غير شرعي وارتكبت جرائم عدة. في المركز الرابع قيادة 26 أكتوبر، عدد التغريدات في الهاشتاج 9,087,235، عدد مرات ظهور الهاشتاج المستخدمين 99,478,127، عدد المشاركين 640,522. تزامن إنشاء الهاشتاج مع إطلاق مجموعة من النشطاء السعوديين حملة جديدة لرفع حظر قيادة المرأة للسيارة في السعودية، ودعت النساء إلى تحدي الحظر بالقيادة في الشوارع في يوم 26 أكتوبر 2013. وجمعت حملة 26 أكتوبر المطالبة بالسماح للمرأة بالقيادة. وفقا لموقع الحملة الإلكتروني، آلاف التوقيعات على عريضة نشرتها في 21 سبتمبر 2013. وانقسم السعوديين حولها بين رافض بشدة ومؤيد بشدة، وقدم كل فريق من المعسكرين أدلة المنع الدينية والاجتماعية وأدلة السماح القانونية والاجتماعية، لكن الحملة انتهت أخيراً إلى بقاء الوضع على ما كان عليه. في المركز الثالث لمن روقي، عدد التغريدات في الهاشتاج 11,545,790، عدد مرات ظهور الهاشتاج المستخدمين 110,254,935، عدد المشاركين 380,476. كانت فاجعة سقوط الطفلة لمن روقي التي زلت قدمها في بئر عميق في الصحراء أثناء خروجها مع أهلها في نزهة برية سبباً في إنشاء الهاشتاج، حيث عجز رجال الدفاع المدني عن الوصول إليها في وقت سريع، وامتدت رحلة انتشالها من البئر إلى أكثر من 40 يوم، وانتهت بانتزاعها أشلاء وعلى دفعات،
وقسمت الحادثة السعوديين الذين أبدوا اهتماماً وتعاطفاً مع الطفلة ما بين مؤيد وشاكر لجهود الدفاع المدني وما بين منتقد ومهاجم لعجزهم وانعدام خبرتهم. وتجاوزت أصداء الحادثة حدود المملكة، وشارك الكثير من العرب في المواقع الاجتماعية بتتبع أخبارها ومواساة أسرتها. في المركز الثاني متصدر لا تكلمني عدد التغريدات في الهاشتاج 17,978,788، عدد مرات ظهور الهاشتاج المستخدمين 170,587,990، عدد مرات المشاركين 556,110. لقي هاشتاج متصدر لا تكلمني تفاعلا كبيرا خلال عام 2013، حتى صار واحد من اكثر الهاشتاجات تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في العالم كله. واطلق الهاشتاج بعد ان تصدر الفريق الكروي الاول بنادي النصر السعودي جدول ترتيب مسابقه دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، الى ان وصل به المطاف للحصول على لقب البطوله نفسها بعد 20 عام من عجزه عن الحصول على بطوله الدوري. عزيزي المشاهد، تويتر شكل منعطف كبير في حياة السعوديين تحديداً، والإغراء اللي يحويه يعود إلى جمع أكبر عدد من المتابعين. البعض يتعمد أن يكون عكس التيار علشان يتهشتك بما فيه من إضافة متابعين، والبعض الآخر يجد فيه نوع من الدعاية والترويج. أما العقلاء فيسعون لتجنبه لما يحمل من إساءات لفظية باتت موضع الجريمة في أعقاب التشريعات الجديدة. والآن خلونا نتعرف على الهاشتاج الأبرز في السعودية. في المركز الأول الراتب ما يكفي الحاجة، عدد التغريدات في الهاشتاج 23,879,034، عدد مرات ظهور الهاشتاج المستخدمين 3,968,500,456، عدد المشاركين 2,792,409. لقي الهاشتاج تداولا نشطا منذ انطلاقه، وهو أول هاشتاج يتفاعل فيه السعوديين بشكل عام منذ بداية استخدام موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وصنف ضمن أقوى الهاشتاجات العالمية، وشارك فيه إعلاميين ودعاة وكتاب وشعراء ومشاهير مطالبين بزيادة الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار وتنامي كلفة المعيشة، ونشروا رسوما بيانية تقارن بين رواتب القطاعين الخاص والحكومي وبين رواتب السعوديين وبين رواتب مواطني دول خليجية أخرى. كلمينا عن دورك أنت ومفهومك أنت للهاشتاج ومدى تأثيره، خصوصا بعد ما حسيت أنه في هناك تفاعل سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. طبعا الناس اللي يمكن ما هم عارفين ايش معنى هاشتاج، هاشتاج هي طريقه للتواصل عشان تعرف على هذا الموضوع، فتحط الموضوع بالهاشتاج فتستطيع تشوف كل الناس اللي غردوا فيه او كل التغريدات الموجوده. او بالعربي اسمه وسم، يعني الوسم هو صار حتى بالعربي هاشتاج، هاشتاج الوسم هاشتاج. ف انا صراحه ما استخدمه كثير في محادثاتي الشخصيه مع المغردين او في على تويتر، ما احبه. يعني أنا ما أبغى الناس يدوروا على الموضوع بالنسبة لي، أنا أبغاهم يجوني أنا ويعرفوا أنا بتكلم في إيش. فطريقة تفكيري بتويتر مختلفة، لكن لما يكون في موضوع زي كان قيادة 26 أكتوبر طبعا لابد أنك تكون جزء من المحادثة العالمية، فكنت بستخدم الهاشتاج. القيادة 26 طبعا هي المطالبة بالسماح للمرأة بالقيادة في المملكة. إيه نعم. عشان نكون واضح. طبعا فأول شيء أنا عارفة أنه الحكومة ما حترضخ لطلب طلب زي كده مهم، يعني كثير بالمجتمع وفي مشاكل من تغريدات. ليش لا؟ يعني ليش مش رضوخ؟ يعني ممكن هو لا، هو ممكن انه يفكروا في الموضوع، يعني لما يعرفوا انه الناس كانه طريقه لقياس الراي يشوف مدى. بس هقول لك شيء، المشكله انك لما بتقيس الراي مثلا خصوصا في هذا الموضوع اللي كان جدا مهم وحساس بالنسبه للسعوديه، كان التداول فيه مو فقط من السعوديه، العالم كله تدخل. ما هي حلوه في حقنا. يعني
انه الناس يتكلموا انه خلوا السعوديه تخلي السيدات يسوقوا. جايني من مثلا غواتيمالا، ايش دخله هو في غواتيمالا؟ هو هذا شيء شان بالنسبه للحكومه. فالقرار لكن هذا موضوع انت اوعدتي تغريد باللغتين العربيه والعربي الانجليزي. اوكي طيب، يعني اذا ما كنت مثلا ترغبين بتدخل الاجنبي، انا سعوديه إيه، ما هو لك ليش تكتبي بالانجليزي يعني ما هو لك ليش. فانا اللي حصل انه بالنسبه لي اول شيء انا كنت ابغى اعطي المعلومات الصحيحه، لانه كان صارت في معلومات خاطئه كثيره بالتجمهر، بانه السيدات حيسووا مشاكل، يعني كان في اشياء كثيره، فحبيت اني اوصل المعلومات الصحيحه. توصليها لمين؟ للعالم كله، لانه صار المعلومات الغلط في العالم كله، الناس كلهم بيتكلموا على هذا الموضوع. لكن انا استخدم تويتر لتوصيل المعلومات او تصحيح المعلومات خصوصا في هذا الشيء. بالنسبه لي، هل اعتقد ان المراه السعوديه المفروض انها تسوق؟ طبعا المفروض يكون عندي الاختيار، انا انسانه بالغه. طيب ما تعتقدي انه التويتر او الهاشتاج هو وسيله من الوسائل اللي ممكن توصل للاعلام؟ لا، لانه كان ايام زمان الناس وقعوا عرائض، ايام زمان وقعوا وثائق ووقعوا اشياء على الانترنت، يعني صار لنا 20 سنه في هذا الموضوع. هذا الموضوع لابد انه يجي القرار منه من الملك. قرار ملكي. إيه بس انت تعرف ليس من هذا الشيء من زمان، الحكومه ايش قالت يعني القيادات ايش قالت يعني إنه هذا قرار مجتمع. ايه طيب، اذا كان مثلا والله هذا الهاشتاج او غيره او اي قرار مثلا ممكن يتخذ اجتماعيا يعني. بقول لك شيء، المشكله انه خصوصا بالنسبه الان التويتر هو احدى الادوات لايصال صوت المواطن او الشخص للانسان المعني عنه، ان كانت حكومه ان كان وزير او حتى شركه، او يعني هذه طريقه ايصال الصوت. فهل تعتقد انه الحكومه ما هي عارفه قد ايش الشعب يبغى هذا الشيء ولا لا؟ وتعرف اكيد انه في ايضا شريحه مهمه من المجتمع يرفض هذا الشيء، يرفض هذا الشيء. وفي نفس الوقت فقط 30% من الشعب السعودي على تويتر، يعني 70% غير ممثلين مغيبين فيها. إيه مغيبين. هي وسيلة جميلة، وسيلة جميلة عشان نوصل إيش الأشياء اللي الشعب مهتم فيها لبعض الناس اللي ربما حوالينهم ما بيوصلوا لهم هذه المعلومات. لكن ما أعتقد حيصير تغيير جذري فقط من هاشتاج. ولا مرة فكرت إنه تخلقي هاشتاج؟ خلقت كذا هاشتاج. الواحد لازم مرات يعني يستخدمه. ماني متذكر الآن، خصوصا في أول ما بديت، لكن إذا بصيت في معظم تغريداتي من غير هاشتاجات. يعني مثلا الآن كان في مبادرة بركة أمي اللي هي أعطاء 1,000,000 ريال لأكبر تضحية، قصة حقيقية تكون انكتبت على أم داخل السعودية، إن كانت سعودية أو غير سعودية. فأنا كنت بستخدم هذا الهاشتاج لأنه حقيقة أبغى الناس يعرفوا أنه في هذه المبادرة، أنه يكتبوا هذه القصص، مهتمة جدا توصل المعلومة. فأبغى الناس يدوروا على شيء للأم، يعني كلمة أمي، ويلاقوا المعلومة هذه. بس فكون بستخدمها. بس أنا بسألك سؤال، بما أنه تكلمت عن الهاشتاج وهذا مبادرة إنسانية ومبادرة يعني خلاقة، هل مجتمع تويتر ينتبه لمثل هذه الأشياء ولا يركز على الأشياء المثيرة الجدلية اللي ليش الأسئلة المحرجة؟ مو محرج يعني أنت بخلال المتابعة. أقول لك شيء، يعني للأسف أنه أنا يعني مثلاً أحط موضوع مهم وأحط موضوع شوية تافه وراء يكون في نفس اللحظة. كيف تافه؟ يعني نكتة، شيء ما هو ما بيعطي قيمة للشخص اللي حيقرأ، غير أنه يعني لحظة يضحك فيها أو لحظة. دائماً الشيء التافه يصير فيه 400 ريتويت أو إعادة تغريدة، والشيء المهم 6. يعني للأسف يعني أنه الناس بينظروا لتويتر ما زالوا بنظرة ترفيهية. فلما تلاقي مثلا في شيء رياضي تلاقي كل الناس داخلين وبيتكلموا، لما تلاقي شيء مثلا نكتة تلاقي الناس كلهم داخلين يتكلموا. المحادثات اللي بتكون شوية سيريس أو تكون جادة ما أظن بتكون على تويتر. ليه؟ حكاية أنه 140 كلمة أو حرف بتحد كثير من إمكانية المحادثات الجادة. بس تعرفي انه كثير يعني حتى رؤساء دول حكومات ايوه رسالة إيه؟ يعني انها توصل لشرائح كبيره من شرائح كبيره من المجتمع. ما بقول لك اياها، تويتر معلومات تعطي معلومه، تعطي نكته، تعطي شيء زي كذا، لكن محادثه جاده واللي احنا يعني مرات تلاقي 70 تويت من شخص هو وشخص ثاني بيردوا على بعض. يعني بيتكلموا على تويتر، طب ادخلوا على الخاص،
هي ما حقعد اتبع عشان اعرف الـ 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 المحادثه كلها يعني، فاهم قصدي؟ بس انت لاحظت كمان انه تويتر خلال السنوات الماضيه سنتين او ثلاث سنوات الماضيه خلق ايضا نجوم واصحاب راي ما كانوا معروفين، وبالتالي يعني ايضا اصبح لهم تاثير. بس السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي بتغير كل شويه. فصح هذول الناس لقوا متابعين. وهذا صراحه هذا من اهم الاشياء في تويتر، انه بعض الناس اللي ربما ما كان الاعلام التقليدي متقبلهم لقوا، ان كان ايجابيا او سلبيا، باي ذا واي لانه في بعضهم سلبيين جدا، لقوا متابعين على تويتر، لقوا جمهور. لكن عشان التأثير يصير أكبر لابد يطلع من التواصل الاجتماعي لشيء على أرض الواقع. كيف؟ عشان يصير في محادثات. ما هو يعتمد، يعني مثلا كان في هاشتاج لفيزيت إبراهيم أو زيارة إبراهيم، الهاشتاج تفجر في خلال 24 ساعة أظن 400,000 إعادة تغريدة، من أكبر الأرقام بالنسبة للشعب السعودي. على أرض الواقع إيش صار؟ الناس راحوا زاروا، الناس دفعوا للعملية في ألمانيا، فكان في تفاعل على أرض الواقع، يعني تحول مو فقط محادثة لفعل ممارسة. الآن مثلا من بعد هذه التغريدة، من بعد هذه المشكلة، في مجموعة شباب في جدة بيحاولوا يسووا مؤسسة تعني بزيارة المرضى اللي ما عندهم أهل. يعني فهم قصدي؟ أصبحت هذيك مبادرة وثلاثة مبادرات أخرى يعني. يعني هي لا، مو هي محادثة، لكن كثير من المحادثات فقط تكون على شبكة التواصل. هي المهم إنك تستطيع تطلع من المؤثرين، الناس اللي لقوا جماهير، إنهم يطلعوا من هذا الشيء ويسووا شيء ما على أرض الواقع. طيب بالعودة إلى هاشتاج قيادة المرأة، ايش كنت تحبي توصلي له؟ هل كنت متضامنه مع النساء اللي يعني اللي وضعوا هذا الهاشتاج؟ يعني انا ما نزلت اسوق يوم 26. اول شيء لانه بالنسبه لي زي ما قلت انه هذا موضوع جدا حساس ولابد من قرار ملكي. لا انت رايك وش كان يعني من خلال تغريداتك، من خلال مشاركتك؟ لا انا حطيت الاشياء المؤيده وحطيت الاشياء الغير مؤيده، حطيت اثنين. لكن مؤيدة؟ مو محايدة، حطيت الاثنين لأنه أبغى الناس يعرفوا إيش الموجود. يعني أنا بالنسبة لي تويتر كان حقيقة إعطاء فرصة حقيقية للعالم الخارجي اللي بدأت تجي له معلومات غلط إنه يعرف إيش الوجهتين النظر المتواجدة. ما كنت بعطي أحط أي شيء قليل أدب، ما حطيت شيء يخدش الحياة، لأنه كان في طبعا ناس تكلموا في أعراض السيدات اللي خرجوا، فهذه أشياء ما حطيتها لأنه ما حاطيها مساحة. لكن في كان حقيقي تساؤلات جيدة على إنه إذا المرأة خرجت وقادت، فين السيدات البوليسيات اللي ممكن يعني يكون تتعامل مع المشكلة، تتعامل مع إذا ست حصلت مشكلة، فين أقسام النسائية في الشرطة، فين التدريب، فين يعني في أشياء كثيرة كانت تساؤلات حقيقية. الناس ما هم عارفين إن إحنا ما عندنا هذا الشيء، يقولك لا خليهم يسوقوا بكرة. طيب أوكي، لو سوت حادثة بكرة فين السيدة البوليسية اللي ممكن تجي المرأة عشان تساعدها؟ ما في. لازم تكون سيدة يعني؟ طبعاً، لأنه حتروح تقعد في الشرطة لوحدها مع الرجال، خلوة. لا ممكن يستثنى الوضع يعني إذا كانت عليها مخالفة ممكن. لا بس إذا في حادث وواقفة الوحدة هيكون كلهم رجال، لازم يكون في زي في دبي، لازم يكون في شرطة نسائية. مهم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقة هذا اليوم من أهم عشرة. بكرة إن شاء الله لنا موعد آخر وموضوعات جديدة. كونوا دائما معنا في أهم عشرة، تصبحون على ألف خير.